كان المؤتمر الشعبي العام قد انزلق في تحالف مع جماعة الحوثي نتيجة للظروف التي أحاطت به ونتيجة للحرب التي بدأت في قراءة لم تكن في الحسبان لا لدى السياسيين ولا لدى أيضا القادة العسكريين. حشر المؤتمر الشعبي العام بين خصوم متعددين، هذه الخصومة امتدت من قبل 2011 وتجسدت وتجذرت في عام 2011 فيما سمي بالربيع العربي. لم تأتي هذه الحرب إلا وجميع الخصوم في مواجهة المؤتمر الشعبي العام، ومن هنا ذهب المؤتمر الشعبي العام بعيدا للتحالف مع الحوثيين. كان الثاني من ديسمبر هو رد اعتبار للحزب أولا كحزب جمهوري وللجمهورية التي كادت أن تسقط في أحضان هذه الميليشيات الإرهابية التي تريد استعادة الإمامة من جديد. لذلك الكثير منا يقرأ الثاني من ديسمبر بشكله المادي ويغفل الشكل أو الجانب المعنوي وهو المتعلق ب بعث الجمهورية من رمادها وجعل الجمر يتقد مجددا وربط الشعب اليمني مجددا بأن مشروع الجمهورية هو المشروع الذي ينبغي الحفاظ عليه وهو مشروع المواجهة مع هذه الإمامة.